يا محمد بن زايد خصيم المعتدي يوم غيره في المراجل لا عطى ولا خذا دور على الفتنة وقال الدار في قبضة يدي واحنا عرب زايد هل الصبر الجميل إلا إذا صكت على الأبطان تحت أمره يلبي سيدي جيش متى ما بد لازم ما تذرى والتذا جيش يطيش من الفخر ويدق عند رهدي ويجوع من دم العدا ما هو بمشرب وغذا لبيه بخالد وحنا بالأوامر نقتدي أخوان شمة لك نخف أرواحنا حذا حذا شف فزعة رجالك على الحد الجنوبي يبعدي لا والله نشبه الجزيرة ما توقعها كذا.